اهلا بحضراتكم في هذه التغطيه واللي بتهم كل عشاق القهوه وتحديدا الاسبريسو، حيث كشف باحثون ايطاليون ان فنجان من الاسبريسو يثبت قدرته في الوقايه من الزهايمر، حيث قالوا في دراسه معمليه ان التركيز العالي من الاسبريسو يساعد في منع التكتلات التي تتكون في المخ وتسبب مرض الزهايمر، موضحين انه يمكن ان يعطل تكوين التشابك الليفي والذي يمكن ان يكون سام. وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد يستفيد عشاق القهوة من أكثر من مجرد زيادة الكافيين، حيث تظهر الأبحاث أن المركبات الموجودة في جرعة من الإسبريسو قد تساعد في منع تطور مرض الزهايمر. وأظهرت دراسة أن جرعة من القهوة يمكن أن تمنع عملية يعتقد أنها متورطة في ظهور مرض الزهايمر، كما أنه على الرغم من أن الآليات الدقيقة التي تسبب مرض الزهايمر والخرف لا تزال غير واضحة، يعتقد أن بروتينا يسمى تاو يلعب دورا مهما. أيضا يعتقد بعض الباحثين أن منع هذا التكوين يمكن أن يخفف من أعراض مرض الزهايمر أو يمنعه من التطور في المقام الأول، حيث قال بعض علماء الأحياء بجامعة فيرونا بإيطاليا إن قهوة الإسبريسو من أكثر المشروبات شهرة في جميع أنحاء العالم. أصبح شرب الإسبريسو عادة في العديد من البلدان بسبب مذاقها الرائع، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أنه عند تناوله باعتدال يمكن أن يكون لهذا المشروب أثارا مفيدة على صحة الإنسان فضل خصائصه البيولوجية على وجه الخصوص. وتشير العديد من الدراسات إلى أن الاستهلاك المعتدل وأحيانا المرتفع للقهوة له تأثيرا وقائيا للأعصاب ضد اثنين من أكثر الأمراض العصبية التنفسية شيوعا، باركنسون ومرض الزهايمر، حيث وجد العلماء انه مع زياده تركيز مستخلص الاسبريسو ظلت الياف تاو المسببه لمرض الزهايمر اكثر ولم تشكل تشابكا اكبر. تم العثور على هذه الالياف القصيره اللي تكون غير سامه للخلايا البشريه. وقد اكد الفريق ان العديد من المركبات الموجوده في القهوه مثل الكافيين والجينستين يمكنها عبور الحاجز بين الدم والدماغ لتقديم تاثيرات وقائيه. واقترحت الأبحاث السابقة أيضا وجود صلة بين شرب القهوة وصحة الدماغ. ووجدت دراسة نشرت في عام 2021 أن الأشخاص الذين شربوا فنجانين إلى 3 فناجين من القهوة واثنين إلى 3 أكواب من الشاي يوميا انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28% مقارنة بمن لم يشربوا أيا منهما. أيضا وجد العلماء أن خطر تعرض هذه المجموعة للإصابة بالسكتة الدماغية انخفض أيضا بنسبة 32%. وفي الوقت نفسه وجدت دراسة منفصلة أن تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات بما في ذلك القهوة والشاي وأيضا الفواكه والخضروات يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالخرف بمقدار 1/3. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم 7. شكرا جزيلا لحضراتكم. We'll be right back.